حمام سلمية الأثري يعد نموذجاً فريداً متكاملاً ومثالاً رائعاً لدراسة أجزاء الحمامات الإسلامية بشكل عام والحمامات السورية بشكل خاص، كما يمثل سوياته الباقية المراحل التاريخية المختلفة التي مرت على مدينة السلمية والتي يعود أقدمها للعصر الروماني. يعتبر حمام سلمية الأثري من أكمل الحمامات الأثرية في بلاد الشام، ويمثل نموذج فريد من خلال المخطط الموجود فيه. بني الحمام وفق النظام الروماني وبلغ أوجه في العصر البيزنطي. مساحة الحمام حوالي 850 متر مربع، مقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو القسم البراني بشكل مربع يحتوي على إيوانين، الجهة الغربية والجهة الشرقية، بالإضافة إلى مصاطب لجلوس الناس اللي بتفوت على الحمام. القسم الثاني هو قسم الوسطاني. يتألف حمام سلمية من مسقط مستطيل يحيط به أربع واجهات خارجية، وزادت أهميته في العصر البيزنطي حيث تم تحويله إلى كنيسة وسط بلاد الشام، وفي مطلع العصر العباسي تم تشغيل الحمام. الحمام ازدهر بالفترة البيزنطية واستمر استخدامه في العصور الإسلامية في العصر العباسي من خلال نقوش موجودة في مدخل الحمام من الجهة الشرقية، وتم إعادة ترميمه بالفترة المملوكية اللي أخذ فيها شكله الحالي. طبعا الحمام بوضعه الحالي تم إجراء عملية ترميم بعام 1977، وحاليا هو يستخدم كمركز ثقافي لمدينة سلمية، تقام فيه المعارض والمنتديات الثقافية ومعارض الكتب ضمن فعاليات جمعيات الأهلية بالتعاون مع شبكة أثر سلمية. بناء الحمام يبرز الاهتمام الكبير الذي حظيت به المدينة، فالعصر الزنكي ثم الأيوبي، وشهد عدة تأهيلات وصولا لشكله المعماري الحالي ليصبح من أشهر الحمامات العائدة للعصر المملوكي. محي الدين فهد للأخبارية السورية، ريف حماة.